قررنا نرسم انا واخويا رسم المؤمن زكريا، ان شاء الله ربنا يقومه بالسلامه ويرجع تاني للملاعب. والرسمه دي بنحب نوصل بيها رساله ان احنا بندعمه وان احنا بنحبه ومستنينه يرجع، وربنا يقومه بالسلامه ان شاء الله ونشوفه بخير ان شاء الله. الرسمه دي طبعا خدت انا واخويا بالظبط 3 ايام مش متواصلين لظروف الشغل يعني. الجرافيتي دايما بيوصل رساله، لازم اي رسمه ترسمها لازم توصل بها رساله. طبعا رساله النهارده ان احنا بنقول للمؤمن ان احنا بنحبه وان احنا بندعمه، وطبعا هو في ظرف ربنا يشفيه، ويا ريت يا ريت انا اتمنى ان الرسمه توصل له وتعجبه عشان بجد يكون مجهودنا يعني بان وظهر والناس تشوف برضو الرسم. واثر في الفريق بصراحه من ساعه ما جه الاهلي، عمل اداء كويس وكان نجم عالمي، ولولا الظرف اللي حصل كان هيبقى نجم. واحنا طبعا مستنينه يرجع تاني ونشوفه في الملاعب ويبقى يكسر الدنيا، وطبعا اكيد الشعب المصري كله نفسه ان هو يشوف في الملاعب حتى لو اهلي او زمالك. طبعا ده يعني هو كشخصيه شخص محبوب، والظرف اللي هو فيه ربنا يشفيه ان شاء الله، وانت قدها وان شاء الله ان انت هترجع وانت قادر ان انت ترجع ان شاء الله.